شكرا سيد الرئيس المحترم. حول إشكالية حرمان الأمهات من تسلم شهادة مغادرة المؤسسات التعليمية نسألكم. ما عرفتش السيد الوزير واش تمكنتوا تسمعوا السؤال. تفضل الإخوان والأخوات النواب الأفاضل، المرجو فسح المجال للسيد الوزير لبسط عناصر الإجابة. شكرا. تفضل السيد الوزير المحترم. شكرا سيد الرئيس وشكرا السيدة النائبة المحترمة. أولا اللي بغيت نأكد عليه هو بأن الوزارة تتحرص على ضمان تمدرس جميع الأطفال بصرف النظر على وضعيتهم العائلية، وتسهر الوزارة أيضا على تمكين أولياء أمورهم من شهادة مغادرة بالنسبة للراغبين منهم بتنقيل أبنائهم من إلى مؤسسات تعليمية أخرى، إلا أن في بعض الأحيان ونتيجة وجود نزاع بين الأب والأم تثار مسألة من له أحقية في تسلم شهادة المغادرة، علما بأن هذا الموضوع لا يؤثر فقط من طرف النيابة الشرعية بل أيضا من خلال أحكام الحضانة الواردة في مدونات الأسرة. وفي الأونة الأخيرة تبنت الوزارة مقاربة تتأسس على التوجه القضائي العام القائم على استحضار مبدأ المصلحة الفضلى للطفل. لا غادي تسمح لي سيد الوزير الله يخليكم، لا هناك شوشرة في القاعة أرجوكم. سيدات والسادة النواب الأفاضل، سيدات السيد النائب، السيد النائب أرجوكم. تفضلوا سيد الوزير. كيف قلت في الأونة الأخيرة مشات الوزارة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل، والذي والهدف منها هو تمكين الأم الحاضنة من مباشرة حقها في الحصول على الوثائق الإدارية الخاصة بالطفل المتمدرس. وتسهر الوزارة بالتنسيق مع النيابة العامة وتعملوا أيضا توصيات من الوزارة العدل على تدبير هذه الوضعيات الأطفال المتمدرسين خلال النزاع بين أبوين، وحنا تنشتغلوا الآن على واحد قانون اللي غادي يوضح هذه المسطرة وباش يكون تسهيل هذه العملية. شكرا سيد الوزير المحترم.